ما تشب على البيت. مفهوم عليك. لا تحرك، ايديك لفوق. شو في؟ شو بدكم مني؟ شرطة، ايديكم لفوق بسرعة. شو في؟ وقفوا هون، ايديكم لفوق. دوروا عليه. دوروا جوا. يلا يلا بسرعة بسرعة. تحرك. يلا يلا يلا، ارفعي ايديك وقفي جنبهم هون. يلا. شو اللي عم بيصير؟ شو فهمونا شو القصة؟ قصكم. لا تحرك، ايديك لفوق. تعال هون، اطلع شوي شوي. لازم، وإذا ما فيهم ما فينا نعمل شيء طبعا. قال ما كان عندهم خبر بشيء. أحمد أحمد ليك اتركوه، كرمال الله اتركوه بحاله. قلتلكم اتركوه، ما له عامل شيء. اتركوه احمد. اتركوه. لا تاخذوه، لا تاخذوا مني، اتركوه مشان الله. دخيلكم لا تاخذوا، لا تاخذوا مني هلا. اختي لا تاخذوا حبيبتي. احمد اخذوا حبيبي مني. قومي يلا بنتي، يلا خذي، يلا قومي معي بنتي. تعالي قومي، يلا قومي تعالي يا امي. خلص خلص يا امي، تعالي اخذوا يا تعالي يا حبيبتي. تعالي ساعديني، تعالي مشان الله. خلاص حبيبي، كرمال الله لا تخليهم ياخذوك. خلاص يا امي، انك تفيق بنص الليل مثل كانك بتحط الحق. نيفين، مزبوط هالحكي اللي سمعته بالكلية؟ قال مسكوه لأحمد، شو الموضوع؟ حولوه هلا على المحكمة، كمشوا عنا بالبيت واخذوا على السجن. يا ربي دخيلك. ليكن رح ياخذوه. أحمد نيفين، أحمد أنا بحبك، أحمد أنا بحبك وبموت عليك. أحمد نيفين، خلص نيفين. أحمد نيفين خلاص. أحمد استعملي شوي كرمالي. طولي بالك نيفين، لا تخاف حبيبي، ما رح أتركك. إن شاء الله رح تطلع من هنيك حبيبي. يا روحي لا تيأس، بكرة تطلع بالسلامة ومنرجع لبعض. كطول بالك يا عمري. خلص لا بقى تركي،
يا ربي دخينا. لا تاخذوا مني. يلا فوت. الله يفك اسراك. الله يفك اسراك. عرضية هنا وضعي. الله يفك اسراك. شدة وبزول يا اخي. الله يفك اسراك.